رنت عليكم عم سألون وين كوينك. كنت جاي امبارح لأنه من السفر كنت تعبانة، فضلت اني نام اليوم كل النهار وارتاح، وهلا طلعت من البيت. anyway guys، في زهرة كتير غريبة عم تصير على السوشيال ميديا، حبي احكي عنها. صار لي يومين وحبي احكي عنها. في رجال كتير بيطلعوا بهجموا النسوان، مين مفكرة حالك وحاطة صورتك وحاطة عليها سكر محلي، عاملة كتير نفخ وما بعرف شو. أنا ما بعتقد إنه الرجال المفروض يحكي بهيك مواضيع أصلاً، الرجال المفروض يحترم حاله ويكون جنتلمان، يدير باله على شغله ويحترم المرأة، مش يقوم يحكي عنها بهالطريقة كتير بشعة. أنت ما خصك إذا هي بتعمل تجميل، ما عجبك شوف لك شي وحدة من الضيعة مش عاملة تجميل أو بلا شوي لو سمحت. ما تتدخل بإشي ما إلك فيها مثل نسوان الفرن، لأنه كتير بشع هيدا المنطق. اهتم بشغلك، بدك تطلع مصاري لتلاقي لك وحدة حلوة تطلع فيك على القليلة. بس قطيت على رجال، في كم وحدة دكارة هول اللي إلهم شوارب كمان نفس الشيء بيطلعوا على السوشيال ميديا، بتحسهم دقين تاتو أبو عنتر هون على كتفهم. ربطي زندك حياتي، شو نفختي، شو عشطف هيك مثل بدك انت بشفاف العالم، وشو عامله هي تجميل وكيف مظبطه حالها. هي انثى لازم تضبط حالها، اذا كثير غيرانه حياتك كمان انت روح اعملي مثلها. يعني الله خلقك انثى، خليك بنت مرتبه، ما تصير ذكر، ما ناقصنا ذكاره. اوكي.